مفتش العام للقوات المسلحه الملكيه. جيرينال افتح الراء مفتش العام للقوات المسلحه الملكيه. شكون قائد الدرك الملكي؟ جيرينال محمد حرام قائد الدرك الملكي. ياسين المنصوري اش كيدير؟ ياسين المنصوري مدير عام محمود صندل التام خارطة العسكريه. الجزائر الفرنسيه لاجي عبد الخيام اش كيدير؟ عبد الخيام رئيس مكتب مركز الابحاث القضائيه قاهرة الدواعش. الجزائر الفرنسيه بسيج اش كان عندهم المملكه المغربيه الدول الاسلاميه دار السيد كامل والاختيار الرسمي هي اللغه العربيه في الزمن المغرب العربي كبير رجع بين فات احد افريقيا مبادئ عامه احكام اساسيه. الفصل الاول اش كيقول؟ نظام حكومه راه نظام ملكيه دستوريه ديمقراطيه واجتماعيه. سياده الامه تمارسها مباشره بالاتجاه طريقه مبشره بطن المجالس السوريه منظمه نقابيه الحزب السياسي تنظيم مواطني تمشين نظام حزب واحد نظام غير مشروع. الاسلام دين الدوله والدوله تضمن الحق لكل شخص ممارس حقوقه الدينيه. الله ينصر سيدنا. الشعار ديالنا شعارنا الله الوطن الملك. ياسر الخوخي الزنقه 55 دار 3. كتقرا ياسر؟ كنقرا في ابتدائي الثاني. كتقرا في ابتدائي الثاني؟ اه. قول لي ياسر حبك للبوليس مثلا واش كنتي تتفرج فيه؟ واش شي عائله؟ ولي لقاني هذا الراجل كنتفرج فيه دابا في التليفون. انت دائما كتفرج؟ دائما كنتفرج في التلفازه في اي واخا يكون تليفون بي سي اي حاجه. ما علاقتك بالبوليس؟ علاقتي بالبوليس هي انا كنبغيهم بزاف كنبغيهم بزاف ومن واحد اللحظه لصقت فيهم. اشنو هي هاد اللحظه؟ بان لي واحد الشرطي كيقبض على مجرم من تما لصقت في البوليس. داكشي علاش حبيت البوليس؟ اه. وكتمنى انك تكون بوليسي؟ نعم. ايه كنتمنى نكون بوليسي. انت كذلك تقبض على اللصوص؟ اه. وشنو كتعرف على البوليس؟ كنعرف البوليس كاملين. مولي حامين البلاد. من المجرمين ومن المخدرات ومن. قول لي يا ياسر شنو هاك واحد الخطا انك قطعتي امراه انك تدخل في الشارع واش كيفاش جاتك هذه؟ جاتني باش ننظم حركه المرور ونساعد المواطنين ونساعد الرجال اللي كبار في السن ونحمي الوطن ديالي. هذه كيفاش جاتك هاد الاشياء انك ديرها؟ واش كنتي في الزنقه وشتي الزحام ديال المرور؟ اه شفتو وشفت واحد البوليسي كيدير في المرور انا لصقت من تما وانا بدي ندير في المرور. واحد السواد البوليس مفصل على قدك شكون اللي دار؟ شرا عليا بابا. على هما كيتباعوا؟ فصل عليا من واحد البلاصه. ملي كتلبسها شنو كيقولوا لك الوليدات في الزنقه؟ كيقولوا لي الشاف. دائما مسمين عليك الشاف. كتعجبك انت اسم ديال الشاف؟ نعم. انا الاب ديال الشرطي الصغير ياسر الخوخي اشهر شرطي في المغرب واصغر شرطي هنا في المغرب وما كيجعل تبارك الله من الامنيه ديالو يكون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في خدمه الشعب في خدمه الوطن يكون بوليسي. وهذاك الدري اخويا راني محارب معاه راه كنجري معاه ما درت معاه وكنضل القريعه راكم عارفين هذا السوق ديال القريعه وكنقريها في المدرسه ديال الحجاج. هذه المدرسه ديال الحجاج قريت فيها انا ملي كانت بريرك دابا راه بنوا والله العظيم بالله كنجري على قبل داك الدري هذاك. كون بعدا انا الصديق ديال الاب ديالو والطفل هذا راه عزيز علينا وهو عزيز عليه رجال الامن ما كيشوف مناورات ديال رجال الامن كيقوموا هنا في القريعه بعمليات ديال على حساب السرقات وعلى حساب بزاف ديال الحوايج. والطفل تبارك الله متعلق بهم متعلق بالامن بزاف سيرتو دابا في هذا الشيء اللي دابا كدير المخابرات المغربيه بالنسبه للقاهره الدواعش وكذا تعلق. الدري تبارك الله ذكي تصور دابا طفل قدادة حافظ الفصول المغربية ما كيعرفهاش مواطن عنده 40 عام ولا تا واحد قاري كاع تقول لي شنو هما الحقوق ديالك بالنسبة للدولة المغربية ما يعرفهاش وتقول لي كاع حتى الشعار ديالك شنو هو الشعار ديال البلاد يقدر ما يعرفوش. ولكن الطفل تبارك الله نابغة
الا كنتو غادي ديروا شي خير الله يرحم لكم الوالدين تهلاو في هذا الدري هذا وكونوا به. وحنا راه ما كرهناش يكون ما نكذبش عليك، حنا دابا عندنا ناس هنا في الدرب واصلين مستويات عاليه، عندنا ولي امن، عندنا ناس في لاديج، عندنا كولونيلات ديال الامن، عندنا ناس ماشي زعما واخا ناس فقراء وانما وصلوا للمبتغى ديالهم. ودابا حنا دوك الناس اللي وصلوا لذاك الشيء حنا دابا ما نكذبش عليك هما القمه ديالنا. علاش؟ لان داك الشيء اللي كنا كنبغينا ونوصلوا ليه وصلوا ليه هذوك فرحونا. المهم تشوف واحد ولد الدرب بخير واصل واحد المستوى مزيان كتفرح، ماشي بحال بنادم اللي واش فهمتي حنا دابا تنعيشوا في القريعه ما درنا والو في حياتنا وانما كنبيعوا ونشريوا، عندنا وليداتنا كما عندنا وليداتنا حتى حنا بغينا يكون الطفل. ما نكذبش عليك انا ما نكرهش هذا الدري هذا، شي جهاز يشدوا يتهلا فيه والله ما نكذب عليك بالله يتهلاو فيه ويقدر يكون تبارك الله واحد المستوى عنده اللي هو مال با ما مهليش لا مهلي فيه بزاف با هو عينيه ناري وصل ما نكذبش عليك قرب ليه هو ما تقرب ليه هذاك انا ما نكذبش عليك والله يموت عليه. الصراحه مزيانه ياسير مريض بالامن الوطني بغى يخدم في البوليس والدري بغى يولي بوليسي وما عمرش شفت فيه هذه الفرحه هذه ما عمرش شفت فيه هذا الحماس ديال الامن الوطني بان الدري هذا تبارك الله خدام في الامن. انا والله الا كنتمنى الامنيه ديالي كنتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يخدم في الامن الوطني في السلك ديال الامن الوطني الدري هذا يكون من حماه الوطن. والله ينصر سيدنا والله يخلي لنا سيدنا والله يجعل سيدي ربي يخلي لي هذا الوليد راه كنموت عليه راه كنجري على قبله والله يصلح اي وليد دير شي واحد قال لي عنده شي وليد الله يصلحوا ليه. وكنتمنى انا من قلب ديالي كل واحد عنده ولد بحال ياسير يكون إدارة العامة للأمن الوطني. دون على الدوام ما قاله مولى الإمام أبناءنا إلى الأمام فكلنا في دار الوطن حيا الملك يا حيا الوطن حيا الملك يا حيا الوطن طرنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.